كريس وزميلي أو زميلتي سوزان ستساعدني هنا. من الممتاز أن أراكم جميعا وأن أدير بصري حتى أستطيع أن أراكم جميعا، ولكن أرقم من حضراتكم أن تتقدموا إلى الأمام، فيكون من الرائع والممتاز إذا ما تقدمتم وانضممتم إلينا في المقدمة. سنبدأ بعد دقيقة واحدة سيداتي سادتي، ولذا أرجو من الجميع التقدم إلى الأمام. Please come towards the front, ladies and gentlemen. It'd be easier for us to see you if you come and sit near the front. So thank you all for making the effort. شكرا جزيلا على حضوركم معنا. سنبدأ هذه الجلسة، والفكرة الأساسية في هذه الجلسة هي أن تأخذ مايكروفون، ويوجد عدد من هذه الميكروفونات موجودة في القاعة، وتتحدث عن أي موضوع على الإطلاق يتعلق بمنتدى حوكمة الإنترنت عليك. وإذا لم ينجح الأمر إذن فلتختار موضوع تشاءه حتى ولو لم يكن له علاقة بالآي جي إف. من يريد أن يتطوع أولا؟ يمكن أن تتحدث عن أي شيء حدث هذا الأسبوع، يمكن أن تتحدث عن ورشة عمل حضرتها، يمكن أن تتحدث عن سؤال أو حتى عن منتدى الحوكمة وتعطينا رد فعلك عن هذا الأسبوع، وهل كانت المنشآت جيدة، هل أعجبتكم طريقة التنظيم. كل شيء بادر إلى أذهانكم. هذه جلسة مفتوحة على الإطلاق. أعتقد أن هناك شخص قد رفع إيده، إذن أرجو أن تقترب من الميكروفون وتتحدث بحرية. ربما قد يكون هناك طابور أو صف وراء هذا الرجل. قدم نفسك أولا ثم تقدم بمداخلتك. شكرا جزيلا على هذه الفرصة. اسمي هشام وأنا مدير الدبل فويسز أدفوكسي. أتيحت لي فرصة رائعة خلال هذا الأسبوع، وقد قمت باتصالات كبيرة وأقمت شبكات مع مجموعة، ولكن هناك نقطة أثارت إحباطي، ألا وهي أن هناك الكثير من منظمات المجتمع المدني، أو كما يطلق عليها منظمات المجتمع المدني، للأسف الشديد كانت تمثل مجموعات ذات مصالح خاصة أو أنها ممثلة لحكوماتها. إن معظم منظمات المجتمع المدني التي أعرفها تأتي من المغرب وأنا من المغرب، ولكن للأسف الشديد لم يكن لديها أي الموارد المادية من أجل أن تأتي إلى إندونيسيا وبالي نظرا للتكلفة.
لقد قلت ما يطلق عليها منظمات المجتمع المدني، ما الذي تقصده بما يطلق عليها؟ الممثل، أنا أتحدث هنا عن طريقة التمويل. هناك مشاكل في إرسال الممثلين إلى مكان رائع خلاب مثل جزيرة بالي. يمكن أن أتحدث عن مجموعة واحدة، فأنا مغربي، هناك الكثير الذي يحدث في المغرب، وقد كافحت كثيرا، وكان من المفروض أن يكون هناك اثنين من المغاربة هنا في بالي، ولا أعرف إذا كان الشخصين موجودين أم لا. ربما يكون قد ذهب إلى الشاطئ للاستمتاع بالشمس وبالمياه، ولكن إذا ما سمحتم لي أريد دقيقتين. سأقرأ بيانا من منظمة موجودة في المغرب واسمها مم فكيش. هذا هو اسم هذه المنظمة. في 17 سبتمبر أيلول، السيد علي، وهو صحفي ومحرر باللغة العربية للاكوم.com، وهي نشرة ممتازة ومعروفة، وهذا الشخص معروف بصوته الصريح، وقد تم إلقاء القبض عليه بعد أن نشر ورقة عمل واتهم بأنه له علاقة بالقاعدة. للأسف الشديد هذا الشخص تم توقيفه دون أن يكون هناك أي تهمة توجه إليه، واتهم أيضا بأنه ينتمي لجماعة إرهابية، وهو الآن موقوف في كازابلانكا الدار البيضاء. السيد علي الآن يواجه هذه التهمة، ومن ثم نحن نريد أن يكون هناك دعما للسيد علي على الصعيد الوطني، بل أن الموقع الذي بدأ يدون لما يحدث له تم إغلاقه، وأعتقد أن هذا معناه أن هناك نكسة وردة كبيرة لحرية التعبير وانتهاك لحقوق الإنسان يتم في المغرب، بالرغم من أننا قد حاولنا جاهدين في الفترة الأخيرة من أن نزيد من النفاذ إلى شبكة الإنترنت من قبل جميع الأفراد. وحركة 20 فبراير، أو ما يطلق عليها ثورة الربيع العربي التي حدثت في المغرب، تواجه مشاكل كبيرة، بل أن هناك مشاكل كبيرة خاصة بانتهاكات للأطفال وإساءة للأطفال، وهناك أيضا حركة كبيرة تحدث في المغرب مما يعد ردة لحقوق الإنسان. إن منظمة مم فكيش تدين العنف الحادث في المغرب، ونحن نرى أن كل التهم الموجهة ضد السيد علي هي تهم لا أساس لها من الصحة، وندعو المجتمع الدولي أن يساندنا من أجل إطلاق سراح السيد علي، بل أننا ندعو المغرب أيضا والسلطات المغربية لرفع أي رقابة على حرية الرأي. المقرر. اسمي شادي أبو زهرة. وقد طلب مني عن طريق اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة أن أقدم تقريرا، واسمحوا لي أن أقرأ هذا التقرير نيابة عن هذا التحالف. إن رأيي ورأي التحالف هو أن هذا المنتدى يعتبر من أفضل المنتديات التي حضرناها على الإطلاق، وخاصة بالنسبة للمخرجات التي خلصنا إليها، وأشكر أمانة الاي جي اف على كل العمل والجهد الذي قدموه من أجل تنظيم هذا المؤتمر، ونرى أن هناك الكثير من التحسينات التي طرأت على هذا المنتدى، بما في ذلك تضمين الفعاليات والتأكيد عليها. هناك عدد من القضايا التي تتعلق بالموصولية والمشاركة عن بعد خلال هذا العام، وللأسف الشديد هناك بعض الأمور التقنية التي حدثت والتي قد تعيق التواصل عن بعد، ولكننا سنرفع تقريرا من أجل تحسين الوضع في المنتديات السابقة، ولكن في النهاية نتوجه بخالص الشكر للدولة المضيفة على هذا الجهد الرائع. الأمانة شكرا جزيلا. بالطبع من الطيب أن نتلقى بعض التعليقات الإيجابية أيضا. سيدتي، هل ترغبين في الإدلاء بتعليق؟ تفضلي.
شكرا. أنا دولي من الصين، سأتحدث باللغة الصينية، ولذلك أرجو أن تستخدموا أجهزة الترجمة الفورية. شكرا جزيلا. اسمي ليتو، وأنا من وزارة الصناعة والمعلومات من جمهورية الصين. في البداية نيابة عن وفد الصين، أود أن أتوجه بخالص الشكر للدولة المضيفة والحكومة الإندونيسية على هذا التنظيم الرائع لمؤتمر الاي جي اف. كما أود كذلك أن أشكر أمانة منتدى حوكمة الإنترنت على الجهد الذي قدموه، ولكن لدي بعض الملاحظات التي تتعلق بهذا المؤتمر. في البداية إن هذا المؤتمر قد ركز على التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، وقد أدركنا أننا بحاجة إلى تآزر المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص، ولكن نحن بحاجة إلى تحديد المسؤوليات لكل طرف من الأطراف المعنية، والهدف الأساسي هو أن نخدم الصالح العام من خلال هذا التآزر وتحقيق أمن وسلامة شبكة الإنترنت في كافة أنحاء العالم. ونحن لا نريد أن يتحقق هذا النفع فقط لدولة واحدة أو لمجموعة قليلة من الدول، ولكن أن يعم النفع على الجميع. ثانيا، لقد أدركت كل الأطراف أهمية تغيير نظام الحوكمة، كما أن الرقابة الكبيرة على شبكة الإنترنت قد بدأت تحظى باهتمام المجتمع المدني، وعلينا أن نلتفت إلى مسألة الرقابة. ولكن يجب أن نؤكد على أن هناك فجوة كبيرة في إدارة شبكة الإنترنت في الوقت الحالي، وكما ذكر مندوب البرازيل، لقد حان الوقت أمامنا جميعا لأن ننظر إلى اتجاه جديد، وأيضا إلى أن نؤكد على مبدأ الديمقراطية والشفافية التي تأسست من خلال هذه القمة. ثالثا، من الأهمية بمكان أن نصل إلى اتفاق في الآراء حول المبادئ التي تحكم شبكة الإنترنت، ألا وهي حماية حقوق الإنسان، حرية التعبير والشفافية، وهذا هو اتفاق الآراء في كافة أنحاء العالم. وفي نفس الوقت علينا أن ندرك جميعا أن بعض المبادئ مثل التنمية والتعددية لا يقلان أهمية عن تطور وتنمية شبكة الإنترنت، ومن ثم فنحن نرحب بالاقتراح المقدم من الجانب البرازيلي لاستضافة قمة عالمية في شهر إبريل نيسان من العام القادم 2014، ونحن على قناعة تامة من أن هذه القمة ستسهم بصورة إيجابية في حوكمة الإنترنت. شكرا لكم. شكرا جزيلا. المتحدث التالي، أنا كريس من مجموعة الاستراتيجي، وسؤالي هو سؤال يتعلق بهذا المنتدى، ولكن في البداية اسمحوا لي أن أتوجه بخالص الشكر للجنة المنظمة. لقد كانت البيئة ممتازة، المنشآت رائعة، الطعام لذيذ، واستمتعنا هنا، ولكن ربما قد يكون هناك بعض القضايا التي تتعلق بالموصولية. ولكن في إيجاز شديد، تهنئتي الشديدة لكل المنظمين على هذا المؤتمر الناجح. لقد حضرت عدد من الجلسات، ووجدنا أن الجلسات تتراوح في وقتها والجدول الزمني المحدد لها. أعتقد أنه كان هناك بعض الجلسات التي دامت ما بين 30 و35 دقيقة، وشارك فيها نحو 25 من الشباب وتحدثوا جميعا، ولكننا بحاجة أيضا إلى إعطاء مزيدا من الفرص للجميع حتى يتحدث. شكرا لك. خارج قاعة المؤتمرات هناك عدد من الأشخاص الذين يتابعون التويتر والتغريدات، ونجد أن هذه الجلسة
مهمة جدا بالنسبة لهم. الجميع يقول كنا نود أن ننضم إليكم في هذه الجلسة الممتازة، ولذا نشكركم على كل ما قمتم به وقدمتموه. إذن هل هناك من تعليقات أخرى؟ بالطبع سيكون لدينا بعد ذلك جلسة الختام، ولكن هذه هي الجلسة المفتوحة لكم جميعا لأن تدلوا بأي شيء يتبادر إلى أذهانكم. هل من تعليق؟ هل لديكم أي مداخلات حتى عن الجلسات التي كانت في الصباح؟ أرجو أن ننتظر لدقيقة، لدينا بيان نود أن ندلي به، وزميلي ليس موجود في القاعة وقد طلبنا منه أن يقرأ هذا البيان نيابة عن مجموعتنا، ربما يكون حاضرا لجلسة أخرى، ولكن أستميحكم صبرا حتى يأتي زميلي ويقرأ البيان. شكرا جزيلا، أنا من هونغ كونغ وهذا هو أول اجتماع لي لمنتدى حوكمة الإنترنت. أشكركم على الجلسات التفاعلية وأتوجه بخالص التهنئة والشكر لكل المنظمين. مثل الجلسة الأولى، فبالنسبة لي طريقة تنظيم الجلسات، فقد استمعنا إلى عدد من العروض في المقدمة، وأعتقد أنه كان هناك مشكلة لأن هناك عدد كبير من الخبرات الموجودة في القاعة، وإذا ما سمحتم لي إذا كان هناك مزيد من التفاعل والحوار حتى يمكن الاستفادة من الخبرات الموجودة في القاعة فهذا سيكون ممتاز. عليكم أن تتأكدوا في المستقبل من أن هناك اطلاع على أوراق العمل والعروض قبل أن نأتي حتى نستطيع أن نشارك بصورة أكثر فعالية في المستقبل. شكرا، شكرا جزيلا. بالنسبة للعروض الطويلة، هذا هو كل ما نقوله كل عام، أرجو من الجميع أن يدلي بعروض مطولة حتى يكون هناك مزيد من التفاعل، ولكنني أتفق معك تمام الاتفاق. شكرا جزيلا، أنا اسمي ماركو بولو وأنا أنتمي لمجموعة إنترنت غوفرنس كوكس، وأود في عجالة أن أتحدث وأعلق مع ما أطلق عليه منظمات المجتمع المدني. عندما نقول منظمات المجتمع المدني، ربما يتبادر إلى ذهن البعض عدد من الشكوك. علينا إذن أن نكون مجموعة جديدة يطلق عليها مجموعة متعددة الأطراف أخرى. أعتقد أنه يجب على الجميع أن تتاح له الفرصة لأن يعرب عن شواغله وعما يتبادر إلى ذهنه، ولكن لا يجب على كل مجموعة أن تطلق على نفسها منظمة مجتمع مدني، لأنك إذا ما وضعت نفسك في مجموعة المجتمع المدني ربما يكون عليك بعض المسؤوليات التي لا تستطيع أن تتحملها. شكرا جزيلا على هذه المداخلة. نحن هنا لا نتحدث عن مسميات، إذا كان علينا أن نعود إلى تعريف منظمات المجتمع المدني فأعتقد أن الأمر قد يحدو بنا إلى أن ننظر إلى اختلافات التي تتعلق بالتعريف. شكرا لك يا كريس وشكرا على إعطاء هذه الفرصة. اسمي سورتا جافاليا وأنا أمثل إحدى المجموعات في الأرجنتين. في البداية اسمحوا لي أن أؤكد على أن هذا الاجتماع اجتماع رائع، وأود أن أشكر الأمانة على كل الجهد الممتاز التي قامت به، وأشكر الاي جي اف على التنظيم وعلى التسهيلات التي قدمت لنا، وأشكر زملائي الذين شاركوا وساعدوني في
الجلسات البؤرية الرئيسة. أود كذلك أن أعلن كأستاذة جامعية على أننا ننظم للعام السادس حوكمة الإنترنت، ولأول مرة سيعقد في ترينداد أند توباغو، وذلك تواكبا مع الذكرى 25 لاتحاد الاتصالات. وسنجمع مجموعة كبيرة من المنظمات في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وحتى الآن لدينا أكثر من 300 في العام السادس، ونحن نشعر بسعادة لهذا التقدم، وشكرا لكم. أرجو أن تتوقفي سيدتي تقول لها المقررة، لدي عدد من الأسئلة أود أن أطرحها عليك. في حقيقة الأمر فأنا أقابل الكثير من مسؤولي الحكومات الأخرى الموجودة في القاعة، ولدي سؤال: لماذا تأتي الحكومات للمشاركة في هذا الاجتماع، وما هو النفع الذي يعود عليها؟ ببساطة شديدة، أنا لا أطلق على نفسي أنني ممثلة للحكومة، ولكن أنا أستاذة جامعية وأعمل أيضا في فصل مجتمع الإنترنت في الأرجنتين، وأنا ناشطة وقد عملت على تأسيس لجنة للمرأة، لذا أنا لدي عدد كبير من الأنشطة، ولا أستطيع فقط أن أطلق على نفسي أنني مسؤولة حكومية. لقد أكدت على جمال هذا الاجتماع بأنه اجتماع يضم أصحاب المصلحة المختلفين على قدم المساواة، وهذه ميزة فريدة في حقيقة الأمر، ويسعدني ويشرفني أنني قد حضرت جميع اجتماعات الاي جي اف، وأنني قد مثلت أيضا دولتي في مجتمع المعلوماتية الذي عقد في تونس عام 2005. إن الحكومات التي تأتي إلى هذا الاجتماع وتشارك في هذا الاجتماع تحاول حتى أن تفهم هذا النموذج الجديد من التفاعل بين أصحاب المصلحة المختلفة، وأن تفهم ما الذي يحدث على أرض الواقع. إذا ما فكرنا في كل المشروعات التي تنفذ في دولتي، سواء كانت تقديم خدمة الإنترنت أو كيفية إدراج المحتوى المحلي أو غيرها، هذه هي مشروعات متعددة الأطراف، وهناك شراكة ما بين الحكومة وبين الشركات الخاصة أو المجتمع الأكاديمي أو المجتمع التقني والفني من أجل تنفيذ هذه المشروعات. إذن علينا ألا نخشى أبدا من وجود منبر متعدد الأطراف. التكنولوجيا تقدم لنا كل هذه الفرص وتتيحها لنا، وأرى أن الحكومات تأتي إلى هنا من أجل أن تتعلم، من أجل أن تشاطر خبراتها، من أجل أن تشارك على نفس قدر المساواة مع الأطراف الأخرى، وهذا هو جمال هذا المنتدى. وشكرا على سؤالك. Probably would have been easy just to take it out of the stand and hold it, but anyway. Okay, thank you. شكرا جزيلا. أنا زايد من المغرب وأقرأ البيان نيابة عن 20 رؤساء لمنظمات المجتمع المدني في عدد من الدول. إن هذا المنتدى يقدم فرصة سانحة لجميع الدول الأعضاء من أجل التعامل مع جميع الأطراف الأخرى في الاجتماعات الجانبية والرئيسة، بالإضافة إلى مسؤولي الحكومات والمجتمع الأكاديمي والفني وغيرها، وأيضا الانضمام مع منظمات المجتمع المدني في كافة أنحاء العالم. ومن ثم نحن نحث جميع أصحاب المصلحة على التعامل وحضور كافة المنتديات اللاحقة للآي جي إف من أجل التأكيد على مبادئ الشمولية والشفافية والانفتاح. فمن دون منتدى الاي جي اف لن يكون هناك اي فرصه سانحه لمنظمات المجتمع المدني من التعامل مع القطاع الخاص والحكومه والمجتمع التقني. ونحن نشاطر
الأفكار الرئيسة مع جميع الأطراف المعنية بأن ساحة الإنترنت تكتسب أهمية كبيرة، كما أنها تستطيع أيضا أن تحقق المزيد من النفع إذا ما كان هناك مزيد من التأكيد على انضمام أصحاب المصلحة الآخرين، شريطة أن يكون هناك نوع من الشمولية والمرونة. إن مجموعتنا تؤكد على 4 توصيات ومبادئ رئيسة. أولا، كل القوانين والسياسات والتنظيمات واللوائح وشروط الصلاحية وغيرها من التدابير الأخرى من أجل حوكمة الإنترنت يجب أن تتمشى مع المعايير العليا لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تضمن حق في حرية التعبير، والمادة 12 من الإعلان والتي تضمن الحق في الحرية، المادة 20 والتي تضمن حرية تكوين نقابات وجمعيات. كما أننا نؤكد على أن جميع الأطراف ذات المصلحة يجب أن تتمسك بمقررات الأمم المتحدة 20/8 في يوليو تموز عام 2012، والتي تؤكد على أن جميع حقوق خارج شبكة الإنترنت يجب أن يتم حمايتها على شبكة الإنترنت، ولا سيما حرية التعبير. وندعو لأن يكون هناك مزيد من الاكتشاف لأهمية شبكة الإنترنت وتطويره بغية تحقيق حقوق الإنسان. إن كل ذلك ينسحب على أي شكل من أشكال الرقابة التي تمارسها أي حكومة، بحيث يجب أن تكون مشروعة، يجب أن تكون محدودة ومستهدفة من أجل التحقيق في الأنشطة الإجرامية فقط، وأن تكون خاضعة للإشراف القضائي المستقل. ثانيا، يجب أن يكون هناك اتساق فيما يتعلق بالقضايا التي تتعلق بحوكمة الإنترنت، بما في ذلك الفضاءات الإقليمية ودون الإقليمية والمحلية وغيرها. إن ذلك أمر أساسي من أجل أن نؤكد على الانفتاح والشمولية والشفافية بصورة متناهية. يجب أن يكون هناك تأكيد على التعددية، وأن نؤكد على ضرورة تمثيل جميع الأصوات، وأن يكون هناك مقاييس ومعايير بحيث تؤثر بصورة إيجابية على شبكة الإنترنت. إن كلمة أصحاب المصالح المتعددين يمكن أن يتم استخدامه في كثير من الإجراءات، وهناك منظمات دولية بالإضافة إلى حكومات محلية، جميعها يجب أن تضع على رأس قائمة الأولويات أن تقدم خدمات حقيقية وليس فقط خدمات شفهية لأصحاب المصالح المختلفين، بحيث تقدم لكل أصحاب المصلحة على قدم المساواة. أخيرا وليس آخرا، فإن المساءلة والشفافية هما الأهم المبادئ التي يجب أن يتم التأكيد عليها وأن يتم تطبيقها على الجميع. ونحن نؤكد على أن هذه المبادئ يجب أن تكون في خدمة الأفراد دون تفرقة، ومن ثم يتعين على الحكومات أن تتأكد تماما من أن سياستها وتدابيرها تتحلى بالشفافية التامة، وأن تحتفظ بالمشروعية والكرامة لمواطنينهم ولمجتمعاتهم. وفي بعض الحالات التي توجد فيها الرقابة فيجب ألا تشمل الضرر بمصالح المجموعات، ونؤكد على أنه ينبغي على مجموعات أصحاب المصالح أن تعمل بصورة فردية بصورة جماعية من أجل التأكيد على التحقق من هذه الرقابة، والتأكيد على إزالة كل شكل من أشكال الرقابة التقليدية التي تمارس على شبكة الإنترنت. ونؤكد على أنه يتعين على القطاع الخاص أن يراجع بعض من هذه الممارسات. وهناك عدد من البلدان والنشطاء ومستخدمي الإنترنت يتعرضون للتوقيف وللهجوم ولغيرها من الإساءة، ولذا يجب التأكيد على عدم تكرار مثل هذه الأحداث. ونحن نتوجه بخالص الشكر لحكومة إندونيسيا على كل ما بذلته من جهود وعلى نجاحها في استضافة هذا المنتدى الهام. ونؤكد على أن هذا المؤتمر بالرغم من انعقاده في الصيف فقد استطعنا أن نجمع جميع الأطراف المعنية
من أكثر من 18 دولة، ولكن نؤكد على أن 3 من زملائنا لم يستطعوا الحضور نظرا لمسائل التأشيرة، ولذلك فإن الخطاب الموجه لزملائي جاء بصورة متأخرة للغاية، لم تمكنهم من المجيء إلى زملائنا. وفي المستقبل نود أن يكون هناك ترتيبات خاصة بالتأشيرة حتى لا يكون هناك حيلولة دون الاستفادة للجميع من الحضور للمؤتمر. شكرا لكم. شكرا جزيلا. ميرفي في الطرف الآخر من نعم، اسمي ميرفي كولتاما من وزارة الخارجية الفنلندية، أريد أن أجيب عن سؤال حول عدم مشاركة حكومات في مثل هذه الاجتماعات. أود أن أولا أن أشيد بعمل الأمانة في التحضير لهذه المناسبة الممتازة لآي جي إف، وبالنسبة لي شخصيا أنا أحضر اجتماعات الآي جي إف لأنني مهتم بمناقشة أوضاع الأطراف المتعددة فيما يتعلق بحوكمة الإنترنت وتدعيمها وتعزيزها. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي تهمني هي كيف يمكن تسخير الإنترنت لمصلح البلدان النامية والبلدان الأقل نموا بصفة خاصة، وأعتبر أن هناك مسائل متقاطعة تم تداولها فيها ويتم تداولها في مثل هذه الاجتماعات، وقد ناقشنا بطريقة مطولة كثيرة من الموضوعات الهامة المتعلقة باستخدامات الإنترنت وعلاقتها بحق التعبير وحقوق الإنسان الأخرى. وأعتقد أن آي جي إف تمثل فرصة هائلة على المستوى العالمي للتحاور والتناقش حول الموضوعات المتعلقة بالإنترنت والقضايا المطروحة والمثيرة للجدل، وقد تداولناها بطريقة بناءة وخاصة فيما يتعلق بمبادرة البرازيل وغيرها. النقطة التي تهمنا أيضا والتي أريد أن أشارك فيها حول منتديات آي جي إف، إن آي جي إف يعمل في حل المشاكل المتعلقة بهذا المنتدى، ومن ضمن المشاكل عدم أو عجز المنتدى عن تعيين مسؤولين كبار في الأمانة. بعض المنظمات تقبل هبات، فأرجو لهذه الجهات أن تضع هبتها في المكان المناسب لتمويل آي جي إف لكي تكون مستقرة ولكي نتمكن من الحضور والمشاركة في أعمال ومنتديات أخرى في مختلف أنحاء العالم. وشكرا. شكرا لك. اسمي ماسور أحمد من شركة تعمل في مجال التعليم education.com. آي جي إف كمنتدى عالمي يواجه الكثير من التحديات، وأود أن أسلط الضوء على أحد التحديات التي نواجهها، وهي أننا من قارات مختلفة نجد المطبوعات كلها باللغة الإنجليزية، وكيف نتعامل مع هذا المحتوى ونحن نتحدث اللغة البنغالية والآخرون يتحدثون لغاتهم المحلية الأخرى؟ إذن معظم الناس لا يستطيعون فهم اللغة
الإنجليزية وهم لا يستطيعون حتى مغادرة قراهم والتوجه إلى المدن للحصول على أشياء تناسبهم من تلك المدن. هناك إذن هناك تحديات بسيطة، تحديات محلية تواجه البسطاء في قراهم وفي مدنهم وفي وخاصة في المناطق الريفية. إذا لم يكن هناك محتوى جيد وموارد جيدة باللغات المحلية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، فإن هؤلاء الناس لم يستطيعوا أن يفهموا فحوى أو ما هو متضمن في هذه المواد، فيحرمون من الفائدة. نفس الحال ينطبق على إندونيسيا على ما أعتقد، رغم لأن كثير من الناس لا يتحدثون اللغة الإنجليزية، فهذا هو أحد التحديات التي يجب أن نعمل سويا في حلها. وشكرا لكم، شكرا على هذه المداخلة. اسم جاكسون من فانواتو وهي في منطقة الباسيفيك. أشكر منظمي هذا المنتدى، هذا هو أول منتدى لآي جي إف أحضره، وأنا سعيد جدا بالمناقشات التي دارت هذا الأسبوع. أنا آتي من شركة تعمل في مجال الإعلام، و من المهم جدا أن يعمل الشركاء المتعددون من مختلف البلدان النامية في مجالات معينة منها البنية الأساسية وغيرها. وكحكومة لا، نحن نتعامل بصفة مستمرة مع المجتمع المدني. علينا أن نحدد ما هو المجتمع المدني وأن نواصل العمل معه. ومن رأيي أن مسؤوليتنا كحكومات هي الاحتفاظ والتأكيد بتوصيل الخدمات إلى مواطنينا، لأن هناك بعض المشاكل مثل التغيرات المناخية وغيرها. الحكومة تلعب دورا كبيرا في وضع نماذج للتعددية وضمان استفادة المواطنين من العمليات التنموية. وقد وجدنا شيئا مساعدا جدا يتعلق بالتعددية، وهي المشاركة في صنع القرار، وأن لكل شخص لديه دور يجب أن يقوم به مع الأطراف المتعددة وأصحاب المصلحة المتعددين. لماذا الاي جي اف؟ بالنسبة لي شخصيا أعتقد أن الحكومات يجب أن يكون لها دور قيادي في وضع نموذج تعدد الأطراف، حتى يكون هناك حوار مستمر مع المجتمع المدني. ودورنا الأهم هو وضع السياسات التي تشجع على الاستثمار والنمو، وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويجب أن يتم هذا في جو يتسم بالصراحة والشفافية والمساءلة. وأخيرا فتعليقي الإضافي هو أن نصل إلى عملية لكي نحقق التعاون بين الأطراف المتعددة. لابد أن نواصل العمل وأن نشارك في صنع القرارات، ونعمل على التدعيم وبناء القدرات وتحسين المشروعات التي تنفذ في الدول الجزرية الصغيرة. شكرا يا جاكسون. نحن ناقشنا عددا من الموضوعات التي تتعلق بالأشكال المختلفة، تناولنا موضوعات مختلفة، ومن عنده أي سؤال حول أي موضوع من الموضوعات التي نوقشت فليتفضل بسؤاله. أنا من مجمع الإنترنت الذي يخدم المجتمع المدني. أود أن أشير إلى وثيقة
تشير إلى دور المجتمع المدني، وهذه الإشارة وردت في مدونة سلوك المجلس الأوروبي عن وتتحدث عن المنظمات غير الحكومية وتشير إلى المجتمع المدني المنظم بما في ذلك المجموعات التطوعية والمنظمات غير الهادفة للربح والجمعيات والمؤسسات والجمعيات الخيرية والمجموعات الجغرافية ومجموعات المؤازرة ومجموعات المؤسسة لأغراض محددة ومنظمات المنظمات الغير الحكومية تركز أيضا على تحقيق العدالة وحقوق الإنسان واحترام القانون في هذه المجالات. غرض المنظمات غير الحكومية هو تعزيز وتحسين معيشة الشعوب. إذا أردتم مزيدا من المعلومات أرجو الاتصال بي حتى أزودكم بمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع. هذا رائع، هذا يتعلق بدور المنظمات غير الحكومية، وسنعود إلى هذا الموضوع أيضا بعد قليل. أنا من فيجي وأتحدث باسمي. من الأشياء المهمة حول حوكمة الإنترنت هي المشاركة الفعالة في سياق القضايا المتعددة التي تم تداولها على مدى هذا الأسبوع، سواء كانت زيارة عدد الدول المشاركة في اجتماعات الأيكان أو المساهمة من مناطق غير مخدومة جيدا والمساهمة من مناطق نامية. أهم من هذا كله أن هناك الحاجة إلى مزيد من الحوار، وأسجل رسميا أن التعددية حل لنقص التعاون ومشكلة نقص التعاون ولتحسين الحوار. نحن كمجتمع، أنا أتحدث باسمي أيضا، نحن نحتفل بأكثر من 10 سنوات من التعاون المحسن، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من المساءلة ومن الشفافية، وخاصة فيما يتعلق بالمصالح المتضاربة التي تناقشها الدول والتي يجب أن تطور لها حلا. شكرا. شكرا للسعادة. اسمي بانانا دونجو من كينيا. هذا هي أول مرة أحضر في اجتماع الاي جي اف. ولولا أني مهتم بالموضوع لما وتم اختياري للحضور لما تمكنت من المشاركة. أنا أشعر بالامتنان لأنني تمكنت أن أكون جزءا من هذه العملية التي فتحت عيني على IGF ونشاطاته وإمكانيات الانخراط في أعماله في مجالات متعددة. أنا من الشركة تعمل مع عملاء لها في مجال الرسائل القصيرة والإنترنت، ونحن في كثير من البلدان النامية نجد أن كثيرين يستهلكون أو يستخدمون الإنترنت للتراسل، فمن المفيد أن تشارك في مثل هذه المنتديات شخصيات من دول مختلفة. نحن
نهتم بمن بالمستفيدين من أنشطتنا، وأن لأن هذه الأنشطة للإنترنت تعتبر تقدما كبيرا للمستفيدين. ونحن عندما نتحدث عن تعددية الأطراف صاحبة المصلحة، فلا بد من تحت فرصة لهم للمشاركة وللاستفادة من المنظومة ككل، وإلا ومع ذلك فإن حضوري قد وسع مداركي وجعلني أشعر بمدى أهمية الاي جي اف. وشكرا. اسمي لادي من ديجلا فاونديشن. لقد عندنا عدة رسائل تتعلق ببناء القدرات. الرسالة الأولى، حضرت الورشة الخاصة ببناء القدرات وشعرت من الجلسة الأولى رفيعة المستوى أن كثير من مسؤولي الحكومات والقطاع الخاص وغيرهم استخدموا مصطلح بناء القدرات أكثر من مرة. شعرت أن هذه أصبحت كلمة تستخدم دون متابعة. نحن نريد أن نؤكد أن بناء القدرات أكثر من مجرد التدريب أو تقريب الناس، تفهيم الناس للعمل. التدريب على الاي سي تي والتدريب على الرصد والتدريب على بناء المجتمعات المحلية ووضع السياسات وإتاحة الفرص للقيام بالعمليات، هذه كلها عمليات معقدة تحتاج إلى دعم رئيسي للمنظمة التي تتولى القيام ببناء القدرات، تحتاج إلى تمويل لصون واستمرارية هذه العملية، وخاصة بالنسبة للقطاع الخاص وهو المطالب بتدعيم هذه الأنشطة أكثر من غيره. الرسالة الثانية تأتي من ورشة المشاركة في المجالات الإلكترونية التي تناولت التحديات. فأود أولا أن أشكر أمانة اي جي اف على تقديم أفضل ما عندها من أجل تيسير العمل، كما أشكر كل من دعموا اي جي اف والشركاء والأطراف المتعاملة على مشاركة الأطراف في العملية كلها، وهذا أمر ضروري حتى تتم المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام الاجتماعية. إن تمكين 25,000 حوالي 30 مليون شخص في العالم تابعوا أحداث وأعمال الاي جي اف في دورته المنعقدة عام 2013، وهذا بالإضافة إلى ما ذكره بعض المشاركين، يعني مزيد من المستخدمين والمستعملين للإنترنت. وشكرا. شكرا لك على توضيح هذا المصطلح لمن لم يفهموا أو لم يعتادوا على مصطلح بناء القدرات. من الناحية الإحصائية من المهم جدا أن نعرف الأرقام التي ذكرتها. أنا أتحدث بصفة شخصية وأعطي بعض الملاحظات عما رأيته خلال الأيام القليلة الماضية. أنا سعيد جدا بأن أرى التغييرات التي حدثت
في تطورات أعمالنا. ثانيا لقد شاركت في أكثر الورشات تفاعلا وأشيد بمشاركة المؤثرين الذين يتلقون الأسئلة والتعقيبات ويستخلصون منها الخلاصة. طريقة الأسئلة والإجابة هذه طريقة فعالة من ناحية التفاعل المتبادل. الموضوعات التي تعرضنا لها فيها الكثير أو تعرضت الكثير من الشركات والروابط وغيرها. تعرفنا على أشياء لم نكن نعرف أنها حتى موجودة من هذه الشركات والمؤسسات. نأمل أن في العام المقبل أن يكون هناك عدد أكبر من هذه الشركات ومن البرمجيات أيضا. في أحيانا كنا نشير إلى بعض القضايا ولا نجد استجابة من الحضور، فمن المفيد أن ندعو عدد أكبر من هذه الشركات في المنتديات المقبلة. أنا مرة أخرى أقول أنني أعبر عن آرائي الشخصية، هناك شركات شركات كبيرة لديها مراكز للاستدعاء أو الطلب، ولكن الناس قد لا يقبلون عليها فلجأوا إلى طباعة بعض الكتيبات التي تم توزيعها، وهذا معناه محاولات أخرى للتواصل مع الجمهور. نحن هنا مطالبون بأن نفعل نفس الشيء، أن نشرح الكثير عن جرائم الفضاء أو الجرائم الإلكترونية، وأن نناقش هذه المسائل عندما نعود إلى أوطاننا مع الجهات المختصة. نحن أيضا بحاجة إلى مزيد من الجلسات المتعمقة. قوة العمل أو مجموعة العمل قامت بعمل رائع وعلينا أن نشجع مزيدا من التفاعل في المستقبل. آخر ملاحظة، أنا ونحن نغادر اليوم أو غدا علينا أن نكون أكثر تعارفا مع بعضنا البعض، عندما نتحدث عن أي قضايا أخرى أو عن جرائم الفضاء أو غيرها نكون على معرفة ببعضنا البعض. أقدم خالص شكري لكل من شاركوا في تنظيم هذا المنتدى، وتمت الإجراءات بعملية بروح الصداقة والأخوة، فشكرا لهم. هل سمعتك تقول أن كان هناك هاكينج للويب سايت؟ هل قلت هذا؟ هو مفتوح والجميع يمكن أن يدخلوا عليه، وقد سمعت من بعض الأساتذة ذلك وقالوا أنه يمكن أن نحصل على الأسماء وعلى أرقام جوازات السفر. نريد أن نأخذ هذه المعلومات بدقة منك بأسرع ما يمكن. المتحدث السابق أشار أن اسم مارتن ليفي من شركة تعمل في هذا المجال منذ عدة سنوات. سأحكي لكم قصة إيجابية. المضيفون المحليون
يعملون على شبكة الواي فاي وقد قدموا لنا اي بي النسخة 4 ونسخة 6 وهي لا تعمل وقد تمت إساءة استخدام هذه النسخ. عندنا بعض مشاكل في الواي فاي منذ عدة أيام. نسبة الترافيك زادت بنسبة 20 إلى 30%، لأن الحضور في المنتدى الاي جي اف يستخدمون الواي فاي من اللابتوب ومن التليفونات المحمولة والتابلت، وقد أخذوا الكثير من الحركة، حركة المرور إليهم. ثانيا، شركات الإنترنت موجودة وتدير كل شيء وبطريقة جيدة، كل شيء يتم بطريقة قياسية وهناك اتصالات مع الخطوط الهاتف ولا توجد وسيلة للاي بي بي 6 داخل هذه الجدران. علينا أن نرجع للتحدث مع الجمعيات الحكومية المحلية وشركات مقدمة الخدمة فيما يتعلق بالبي 6 لمنتدى 2013 حتى يمكن تقديم الاي بي 6 للجماهير دون مشكلة، وهذا سيعتبر تحسنا كبيرا. وشكرا. Thank you. My name is Nina. اسمي نينا وأنا أتحدث بصفتي الشخصية. أود فقط أن أدلي بأربع جمل. الجملة الأولى هي أن جودة الفيديو، فيديو الجلسة الافتتاحية غير جيدة على الإطلاق. الجملة الثانية المجازة هو أنني أود أن أضع أمام الإعلام والمنظمين أننا ينبغي أن نخطط لMAG وأن نجعل من منتدى حوكمة الإنترنت أن يكون هناك مشاركة من خارج المكان الذي ينعقد فيه هذا المنتدى أكثر من المشاركين داخله. وكنت أتابع المشاركة عن بعد ووجدت انخفاض هذه المشاركة هذا العام، ولكن هذا لا يرتبط ارتباطا بالضرورة مع التفاصيل التقنية والمنصة أو المحفل أو الممبر، ولكن هذا يعود إلى فروق التوقيت بين بالي أندونيسيا وأمريكا وإفريقيا وأوروبا، وأن هذا يفسر انخفاض مستوى المشاركة هذا العام. وأود أن أنهي حديثي عن المشاركة الإلكترونية أقول إنه في باكو، وأقول وأستدعي ما حدث في نيروبي بمساعدة ديبلو. كان هناك فريق للإعلام والتواصل الاجتماعي، ومن ثم كان ينبغي أن يكون هناك نفس النموذج هنا. مما يؤسف له لم أستطع أن أدلي بتغريدتي باللغة الفرنسية. آمل في العام القادم أن يكون هناك فريق متعدد اللغات للتواصل الاجتماعي الذي يمكن أن يشارك ويساعد، وأيضا أن يساعد المداخلات عن بعد. لماذا نجعل هؤلاء الأشخاص من لغات مختلفة؟ لأننا نحتاجهم، لأنهم لهم
طرق مختلفة لفهم الأمور. نحن نريد منهم أن يغردوا من ناحية المحتوى، وأيضا نحتاج أن تغرد مع بعضها البعض. وآمل أن يحدث هذا في العام الماضي، وآمل أن أستطيع أن أسهم بصفتي الشخصية لحسابي على تويتر الذي يتابعه النار الآن 5000 شخص. هذه مساهمة قيمة للغاية. شكرا جزيلا. ميرسي. أعتقد أن الجميع قام بعمل رائع، ولا سيما الحالات المختلفة بالنسبة لغياب الوضوح ما يحدث مع الاي جي اف. وأعتقد أنني أود أن أبدي امتناني، وأود على وجه الخصوص أن أذكر الأمانة. أرجو أن تقفوا الأمانة. لقد أشعر بالامتناع للعمل الذي قامت به ماج، وأفضل طريقة لكي أقول هذا أنه كان قرر شيء، إما أن أذهب إلى 3 ورش عمل أو جلسة بؤرية. وأيضا أود أن أقول أننا إذا ما بدأنا عملية الاستعراض بانتهاء الاي جي اف. أما بالنسبة لماج، أمل أن يكون هناك الكثيرين الذين يريدون أن يقوموا ويخططوا واستعراض للعام القادم، ومن ثم هناك قضايا كبيرة علينا أن نتصدى لها، ولكن لنبدأ العملية ونبني على ما سبق. شكرا جزيلا. إسلي مياز، وأنا من طوكيو من المجتمع المدني، وأنا أنتمي إلى فريق الاستشاري لأصحاب المصلحة المتعددين. أتمنى صديقي أن يظلوا، وذلك بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها الأمانة الاي جي بي. وأود أن أهنئهم وأثني على العمل الذي قام به فريق المضيف المحلي، وأيضا الويب كاست والاتصالات عبر الواي فاي بالرغم من انخفاض الميزانية. أود أن أتحدث عن قدرتي وقوة الإنترنت للتعامل مع كوارث وأيضا تغير المناخ، وأود أن أثني على مجهود المبذول هنا في أندونيسيا والزملاء الذين عملوا منذ عام 2004 واستخدام التكنولوجيا في التصدي للكوارث. كنا في جلسة ودورة مشابهة في باكو في العام الماضي، وأعتقد أننا عدد المشاركين سيزيد، وأود أن أدعو المزيد من التعقيبات، ولأن مساهمتكم هنا الآن تؤخذ على محمل الجد لكي نقوم بتحسين جودة منتديات الاي جي اف القادمة. عليكم أن توجهونا بالفعل. وبهذا رأيت الكثير من التطورات أو الإجراءات الجديدة التي نوقشت هنا من قبل مختلف الأشخاص الذين التقوا ربما للمرة الأولى أو لمرة سابقة، وأود أن أتشاطر معكم من صديق كان علي أن يغادر بالأمس. ناقشنا وفي أعقاب مدرسة الصيفية هناك مثل مدرسة الصيف الإقليمية في منطقة آسيا والبحر والمحيط الهادي، أن نتواصل مع الشباب حتى يكون لديهم ويستعدوا للسنوات القادمة. السؤال: لماذا أجي إلى هنا؟ وأسأل بعض الحكومات: لماذا لم تجي إلى هنا؟ لأنني استمعت
توا من أصدقائي أن بعض الحكومات ترى هذا المنتدى ليس بأنه اجتماعات حكومية مشروعة. بالقدر الكافي. إذن أعتقد أننا ينبغي أن نوصل المشاركة الجادة من قبل الحكومات بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني. أعتقد أن هذا يضفي المزيد من الشرعية. يمكن أن يفكروا خارج الصندوق. لا يوجد حكومات عديدة من المنطقة وهذا شيء نأسف لهم. ومن ثم ينبغي أن نركز على هذه الجوانب في السنوات القادمة. شكرا جزيلا. وأود وكعضو في فريق أصحاب المصلحة المتعددين أن نشجع المشاركين للمرة الأولى أن يشاطروا خبراتهم. أوليفييه شكرا. اللجنة فريق أو اللجنة الاستشارية من ICANN. إن النضوج المناقشات قد تنمت على مدى السنوات الماضية مما يبين أن دخلنا في مناقش الجزء العميق من المناقشات. وبعض المناقشات وصلت إلى نقطة الوصول إلى خلاصات وأيضا ارتفع مستوى المشاركة. إلا أن هناك بعض الشواغل ولسيما فيما يتصل بالجانب النظري لبعض النقاشات. مبادئ وقائع وأيضا أصحاب المصلحة المتعددين وأيضا مبادئ بناء القدرات. وفلاديمير تحدث عن بناء القدرات وهذا يتطلب تمويل والتمويل هي أكبر فيل. لا يوجد التمويل الكافي لبناء القدرات حتى يأتي الناس لأماكن مثل هذه لكي يناقشوا وجها إلى وجه المناقشات. وأيضا المشاركة عن بعد عظيمة لأن هذا يمثل البعض من أن يكون موجودا هنا دون أن يتواجدوا بنفسهم. إذن علينا أن نشجع المشاركة وأشجع أيضا القطاع الخاص أن يعرف أن هذا المنتدى موجود والمناقشات التي تبدأ هنا إنما تؤدي إلى مناقشات يمكن أن تؤثر على الإنترنت ونموذج الأعمال للإنترنت. هناك رعاة قليل العدد يجمعون الناس إلى هذا المؤتمر المنتدى. ومن ثم فأنا آمل أن تزداد عدد الممولين وبعض المتطوعين. لاحظوا أن الأمر يأخذ أياما طويلة وأنا أقول أن أحد المشاركين هنا بودوار جاندي جاء بعد مدة 3 أيام. كل من جاء إلى هنا أراد أن يأتي إلى هنا إلا أن هناك البعض الذي أراد أن يكون موجودا ولكن نظرا لقلة الأموال لم يستطع القدم. لا يوجد تغطية صحفية بالقدر الكافي لأجهزة الاي بي سي. ونتحدث عن الأمازون والبي بي سي والأمازون يخفض من خسائره ولكنه لا يتحدث عن منتدى الإنترنت. يتحدث عن التي ال دي والأربعة الجدد ولكن الاي دي ان اس انها لا تستطيع ان تلوم الشركات من انها لا تعرف شيئا عنها لانها حتى لا تستطيع ان تعرف من الاعلام المعلومات الكافية. اذا اردت فقط ان اثير هذه النقاط لكي نستطيع ان نتواصل مع عدد اكبر من الناس مما يؤدي الى ايجاد التأثير في ختمة المطاف. شكرا كريس.
Paul Wilson from Epineka. I نحن مهتمون بهذا الحدث وجئنا لكي نرى هذا الحدث وأن يكون هناك تمثيل كافي ويحظى بالدعم الكافي وأن ينتهي إلى نجاح. وإن منظمة اللجنة المنظمة المحلية لأصحاب المصلحة المتعددين أعتقد أنها تستحق كل التقدير، فهم يقومون بأفضل جهد وهم الذي بذلوا قصارى جهدهم لعقد هذا المنتدى. وأيضا هناك جهد كبير قد بذل، وأمل أنه في منطقة آسيا سنتساعد على الحفاظ على هذا الحدث وزيادة أو مستوى أعلى من المشاركة الآسيوية. أحد الأمور التي قضيناها اجتماع الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، وقد نظمته تحالف الكوري متعدد أو لذوي الأصحاب المصلحة المتعددين، وأمل أن نتمكن من عقد المنتدى القادم في الهند في حيدر أباد في أغسطس آب 2014. هذا هو اجتماع الاي جي اف الإقليمي لأسيا والمحيط الهادي. أود أيضا أن أطرح الخبرة الجيدة لمجموعة الإقليمية لأصحاب المصلحة المتعددين كموقع للمنطقة والإقليم، وهو مفتوح لأي شخص يود الانضمام إليه. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بالنسبة بول، كنت أردت أن أحضر بسبب بول واجتماعه في سنغافور. إذن فالأول كنت يحدني بعد الشك، ولكن قلت ينبغي أن تفهم ما يحدث. إذن لماذا لا نحاول أن ننظم بعض الجلسات بمحاولة مساعدة آدم وتوجيه بول؟ يمكن أن نوجه وننظم جلسة حول قضايا في آسيا والمحيط الهادي للـ APRIGF. المشكلة هي جعل المزيد من الناس تهتم بالـ IGF، ولكنني أستطيع أن أقول أنه جئت إلى هنا وحضرت الجلسات، أعتقد أنكم لديكم شيء في غاية الخصوصية، لديكم إحساس بالمجتمع، وهذا الإحساس قد تنامى على مدى سنوات لكل من جاء إلى هذا الاجتماع، ورأيت بناء للثقة. إذن بينما أنا أرى بول ومقاله بأنه لا يوجد مشاركة تجارية أكبر، المهم أن مثل إفشاحات هونغ كونغ لسنودن، ثم أن تتوافر على عملية التكيف. لماذا؟ لأننا لم نكن نتوقع هذا. التحية التنظيمية واضح، هذه نقلة كبيرة، ولكن القيمة الحقيقية، وكانت مداخلتي السابقة لديكم احتمالات وإمكانات طويلة وأفاق واسعة، ولكن المهم هو زيادة مستوى الثقة. وفي هذه البيئة الحالية هذا أمر مقيم للغاية،
لأنه القيمة هو أنكم تكونوا تحددوا ما الذي تعنيه مبادئ أصحاب المصلحة المتعددين. لا تقللوا ما تفعلونه، إنه تميل للغاية، والمجتمع له قيم أيضا ويستحق هذه الثقة. شكرا جزيلا. فلدينا عدد من الحكومات التي تأتي للآي جي اف بنموذج معين، وهم على استعداد لمناقشة هذا النموذج ويأخذوا الملاحظات. هذا صباح ورأيت أن هناك حكومة كانت على استعداد لكي تتحدث عن شيء. ليس بالربما أوافق على ما يقولونه، ولكن على استعداد للتحدث أمام هذه البيئة، ومما يجعل الاي جي اف ثمين. السبب في قضية الثقة لأنه هناك دومين جديد، مجال جديد، فنحن نقوم ونرتكب أخطاء، ولكن أعتقد نحن أخطأنا ونصحح هذا الخطأ وإصلاح كامل. قوة العلاقة تستند إلى الرؤية الإيجابية للمستقبل، وأيضا الثقة الضمنية، لأن الأخطاء حتى تحدث بين الأزواج. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا سيدة الرئيس. اسمي ماري أودومان وأنا من نيجيريا. هذه ليست أول مرة أحضر فيها آي جي اف، ولكنني أرى أن تفاعلي هنا كان إيجابيا للغاية وكان بناء. آي جي اف أعطاني فرصة لكي أقابل عقول رائعة وأشخاص رائعين وعظماء، وجعل وأن أكون صداقات وأن أتفاعل مع الآخرين وأتشاطر معهم المعرفة. هناك نتائج إيجابية. ولكن يحدوني بعد القلق. ماذا يحدث بعد هذا الحديث؟ بناء الجسور يمكن أن تدعم من التعاون بين أصحاب المصالح المتعددين والنمو والتنمية المستدامة. هذا الجانب والنمو والتنمية المستدامة، هذا يحدني بأن النقطة بأنني أنتمي إلى قارة البيئة، وإذا كانت متناولة ومتاحة وبأشعار جيدة لا تزال تحديات. نعم، المشاركة عن بعد عندما تكون في مقدور الجميع يمكن أن تشارك عن بعد، ولكن عندما تكون متاحة يمكن أن تشارك عن بعد. لم أحضر كل ورش العمل، وأعلم أن هذا الحدث به موضوعات وموضوعات فرعية، ولكن لا أعلم إذا كانت ورش العمل قد تم تكريسها لهذا. ولكن ال W3C والتحالف الجديد أريد أن أتأكد من أنها في مقدور الجميع ومتاحة، وخاصة بالنسبة لمن يأتي من العالم الثالث. إنني أقول أنه ينبغي أن يكون هناك ورشة عمل حول كيفية عمل الإنترنت في البلدان النامية ولا سيما الأقل نموا. بعض الحكومات كما قال أحد المتحدثين لا يرون ما هو موجود لهم، إنها ليست عملية صنع،
معهدة وهي ليست معهدة يمكن أن التي ستساعد أي شخص أو تدفع بأي شخص، لكن هناك الأعمال هي التي يمكن أن تضيف ثقل إلى هذه العملية. ينبغي أن أقول أن المنظمين أيضا قد قاموا بعمل رائع عظيم، ومن ثم تناولنا الكثير من الطعام واستمتعنا أكبر قدر من المساعدة، ومن ثم فإنني أشكرهم، ومن ثم فإنني آمل أن تزداد مشاركة البلدان غير البلدان النامية. شكرا لماري ثم سباستيان. توضيح بسيط، لم يكن W3C ولكن World Wide Web Foundation. أما الـ W3C هو الجزء التقني لمجموعة الـ World Wide Web. W3C وأنا من ويب، مؤسسة الويب. إذا أردت أن تركب الاسم على الشكل، إذن السيد الذي يرتدي القبعة، اسمي أنا جيتو وأنا من نيجيريا، وهذه أول مرة أحضر فيها، وأشكر الحكومة الإندوسية على المعاملة الرائعة التي حظينا بها، وإنني أود أن أعرب عن امتناني لمؤسسة ديبلو أو ديبلو فاونديشن لما قامت به من إثارة الوعي، والاي جي سي والذي من خلال التعلم عبر الانترنت. انني من لم يلقى التدريب ينبغي ان يتمكن في معرفة من هو يشارك، وهناك ايضا حاجة لمقابلة الحكومات لمشاركة في هذه الموارد الالكترونية، وايضا الشركات اتوقع منها ان تقوم ب توفير التمويل، وذلك بإنشاء مؤسسة لدعم الاي جي اف. أما النقطة الثالثة إلى المجتمع المدني، نريد من تدى يريد أن يعرف التكامل الاجتماعي والدولي والوطني حتى تتحقق الشفافية والمساءلة على كافة المستويات. وإذا ما كنا نتحدث عن مبدأ أصحاب المصلحة المتعددين كيف ينظمون هيكلهم على المنصة الدولية؟ هذا هو سؤالي الذي أوجهه لمنظمة المجتمع المدني. شكرا جزيلا، وأشكرك على أخذ الكلمة في أول اي جي اف تحضره. بونجور سباستيان. شكرا جزيلا، سأتحدث باللغة الفرنسية. تفضل سيدي. سباستيان، ربما نتشاطر نفس الاسم، ولكن الاسم من جنوب أمريكا. أنا فرنسي وأنا عضو لمجلس إدارة الآيكان. وهذا هو المكان الذي اختاره لي المستخدمون. شكرا جزيلا على تفصيل وشرح الاسم. أول ما أود قوله هو أن صديق الصيني قد تحدث بلغته الأصلية أثناء الاجتماعات، ومن ثم علينا أن ندعم هذا وأن نشجع الجميع على استخدام لغتهم الأم الأصلية. هناك العديد من اللغات
المختلفة، مما يعطينا الانطباع بأن هناك المزيد من المنح الدولي في التحدث باللغات المختلفة. بعض من المتحدثين السابقين شكروا المنظمين، وأردت أن أقول أن الشمس كانت دافئة وكان هناك دفء داخل هذا المبنى، وعقدنا اجتماعات ممتازة رائعة، وأعتقد أن الله ساعدنا أن نعقد هذه الاجتماعات الرائعة. النقطة الثالثة التي أود أن أتحدث عنها أنه كان هناك العديد من الجلسات التي ركزت على أصحاب المصالح المتعددين والفاعلين المختلفين، وأعتقد أنه في نقطة ما سيكون هناك تلخيص. يبدو أن هذه المناقشات تطرقت إلى جميع المجالات المحتملة، النصيحة التقنية والحكومات وأيضا المجتمع المدني، ليكون هناك موجز لكل هذه الجلسات. وأخيرا أود أن أتقدم بشكر لمنظمي هذا المؤتمر، شكرا جزيلا. هناك ثلاثة أشخاص في على الميكروفون، ماركوس يحتاج إلى 5 دقائق من وقتنا في النهاية، ومن ثم نريد أن ننهي عملنا في الربع ساعة التالية. أريد فقط أن أتحدث مرة أخرى بزيادة المشاركة التجارية في IGF وخبرتها عندما دعونا W3C لترأس المنتدى. أعتقد أننا هناك مفاجأة بسيطة، لم يدركوا أن هناك مدفوعات ينبغي أن تتم وأن يتم بناءها في قلب الويب أو الموقع، وهذا له أهمية بالغة في تتبع الأموال عبر الإنترنت. وأيضا نعطي مثالا على المكافأة أو الجائزة مرة أخرى، أصبح رئيس الـ W3C. وأيضا عندما المثال هنا ليست المعلومات، ولكن لا نستطيع أن نخطط لهذا، ومن ثم فإن المشاركين يمكن أن يكون لهم فرصة في المشاركة التقنية أو تطوير التقني، ليس فقط من أجل حصولي على المعلومات ولكن أيضا بناء الثقة. شكرا جزيلا. شكرا على هذا، على هذه المداخلة ديسبان. شكرا جزيلا على هذا المنتدى. اسمي ديزيري ويسعدني الحضور في هذا المنتدى الثامن. أتفق مع كل ما قيل من قبلي، لقد أتينا إلى هنا وكان هناك الكثير من جسور الثقة التي أقيمت من خلال تواصلنا وحضورنا معنا. استمعنا إلى الكثير من الأفكار الموحية والملهمة، ولذا فأعتقد أن جميع الفعاليات الخاصة بمنتدى حوكمة الإنترنت قد ساعدت كثيرا على إثراء روابطنا المشتركة فيما بيننا. أجرينا مناقشات مثمرة ومناظرات مفيدة، وهناك جلسة أود الإشارة إليها، وهي الجلسة التي خصصت للحديث حول التنوع فيما بعد مؤتمر قمة المعلوماتية زائد 10، وخاصة بارتباطها بأهداف الألفية الإنمائية. أؤكد مرة ثانية على أن هناك اقتراحات مفيدة قد طرحت خلال هذا المنتدى، وخاصة تلك التي تتعلق بمجتمع الإنترنت. وأخيرا وليس آخرا، أؤكد على أن هذا المنتدى يعتبر منبرا للتعاون ولطرح الأفكار وللمناقشة، فشكرا لكل من قام على تنظيمهم. شكرا لك يا جزري. شكرا يا سوزان. اسمي سالا وأنا مسؤولة عن الكتابة
فأود هنا الإجابة على السؤال الذي طرحه السيد من نيجيريا. نحن نؤكد على أن هناك عمليات اختيارية لأصحاب المصلحة، وقد تحدثنا عن زيادة الانفتاح والمساءلة والشفافية، وقد كان هناك الكثير من القادة الذين شاركوا في هذا الاجتماع، ومن بين التعليقات المشتركة التي قررت هو أنه ينبغي أن يكون هناك معايير حادة، وخاصة بالنسبة للتعريفات المستخدمة وغيرها. من بين الأمور الأخرى هي مسألة الشرعية والأهلية والشمولية، وأيضا إصباغ الصبغة الديمقراطية على كافة الفعاليات والمناقشات. ونؤكد على أن هناك المجتمع التقني الذي شارك بفعالية، ولكن عندما نفكر في المستقبل علينا هنا أن ندعم الكثير من التآزر والتعاون فيما بيننا. شكرا جزيلا. أعيد الكلمة لماركوس وأقول لكم شكرا جزيلا لمن جاء معنا هنا في هذه الجلسة المفتوحة، ومن الواضح تماما أنني أوجه الشكر للسادة الذين أخذوا الكلمة. سأحاول هنا أن أتوخى الإيجاز قدر الإمكان، لأن هناك الكثير من البيانات الختامية التي سنستمع إليها، وأعتقد أنه سيكون هناك فرصة أخرى لمن يريد الحديث لاحقا. فشكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا على كل مداخلتكم وتعليقاتكم. لقد أتيت إلى هنا وكنت أتوقع بعض الكلمات، ولكن معظم ردود الأفعال كانت إيجابية بصورة عامة. إن هذا الاجتماع كان اجتماعا بناء وممتازا. أعرف أن اجتماعات IGF تتحسن بصورة مضطردة، وبالطبع هناك دائما فرصة سانحة من أجل المزيد من التحسن على أدائنا، وأخذنا بعين الاعتبار كل تعليقاتكم، ولكن على الأقل استطعنا من خلال هذا الاجتماع أن نبني جسور الثقة. وبناء الثقة تعتبر أمرا هاما، ولا سيما عندما نقول أن دائرة الثقة أحيانا ما يتم كسرها. إذن علينا أن نسعى جاهدين من أجل أن نبنيها مرة ثانية. إن مثل هذه المنتديات التي تفتح الباب للحوار تعتبر شديدة القيمة، فهي لا تحدث في أي مكان آخر. لقد استطعنا أن نشكل حوارا مكثفا مقارنة بالأعوام السابقة. أتذكر الاجتماعات الأولى التي كانت في أثينا، وكانت ما بين التشابه بيننا وبين حفلات الزواج الهندي أو على الطريقة الهندية المخططة. على الأقل الآن استطعنا أن نعرف بعضنا البعض. هناك تداخل تقني ونستمع إلى أصوات أخرى. على الأقل لقد تعلمنا أن نتحدث ونتحاور مع بعضنا البعض. النقاش الذي أجري صباح اليوم ما كنا نتخيله منذ 6 أو 7 سنوات ماضية، ولكن على الأقل أكرر مرة ثانية أن هناك دائما مجال للتحسين، وأشكركم على مداخلتكم. اليوم ننهي هذا الاجتماع، وفي الغد نبدأ التخطيط للاجتماع التالي، وسنبدأ كما استمعنا بالأمس إلى عملية المراجعة كما اقترح ماثيو. سنبدأ عملية المراجعة بالنقاش عبر شبكة الإنترنت. سنطلب المجتمعات المختلفة المعنية لأن تدلي بدلوهم، وفي اجتماع فبراير شباط سيكون هناك اجتماع أولي لتدارس الأمر. لقد حسننا من جلساتنا، ولكننا على ثقة من أننا نستطيع أن نحسنها. وزميلنا من نيجيريا طرح سؤالا، ماذا بعد؟ وماذا عن الحكومات من البلدان النامية؟ نحن نؤكد على أن هذا المؤتمر ليس مؤتمر خاص بمعاهدة، ولكننا نأخذ التحديات التي أخذناها في مؤتمرات المعاهدات. الكثير من الممثلين من البلدان النامية يقولون أنهم لديهم مشكلة خاصة بالإسبام أو البريد غير المرغوب فيها، ومن ثم فقد قمنا بتنظيم جلسة كان فيها عدد من الخبراء يحاورون حول كيفية التعامل مع البريد غير المرغوب فيه. هذه ليست معاهدة، ولكنها على الأقل جلسة نستطيع أن نتعلم
تتعلم منها، ويمكن مثلا أن تتعرف على بعض المواقع الإلكترونية أو الوثائق أو الهيئات المنظمة وخطط العمل ومعرفة عدد من الحلول العملية للتعامل مع هذه المشكلة. أعتقد أن ديزيري قد ذكرت أن الفكرة هي وجود تدريب تقني أو على الأقل جلسات تمهيدية قبل الاي جي اف. هذا كان مجرد اقتراح، وفي البداية فإن هذه الاجتماعات التحضيرية قد تنامت بصورة كبيرة وأصبح لدينا المزيد والمزيد من هذه الاجتماعات التمهيدية والتحضيرية، وهذا يمكن أن يكون بمثابة إضافة جيدة للاي جي اف. هنا لا نقتصر فقط على مناقشة السياسات فقط، ولكن مناقشة السياسات بالإضافة إلى تدريباتنا العملية. وعلى سبيل التطورات الإيجابية فقد رأينا الكثير والكثير من المهندسين المستنيرين الذين زاد حضورهم في هذا الاجتماع، والآن لدينا مشاركة من قبل مجموعة العمل الخاصة بالمهندسين. نحن هنا لا نتحدث عن السياسات، ولكن هذا المجتمع التقني قد أصبح أنه من المهم بالنسبة لهم أن يتحدثوا مع صناع القرار ووضع السياسات، حيث من المهم أن يرفعوا أصواتهم حتى لا يكون هناك أي تشريعات تضر بهم. أعتقد أن هذا بمثابة تطور إيجابي. نعم، هناك الكثير من الاقتراحات الخاصة بتنظيم الجلسات. تحدثنا عن وجود جلسات تأتي بمخرجات عملية، وقد حاولنا لتحقيق ذلك. هذه هي بداية المطاف وليس آخره. حاولنا أن ننظم الجلسات بصورة مختلفة تسمح للجميع بالتوصل إلى نتائج، وبعد هذه الجلسات وجدنا أنه من الصعوبة أن نتوصل إلى مخرجات، مثلا مبدأ التعددية. وجدنا أن هناك الكثير والكثير من وجهات النظر والرؤى المختلفة حول حوكمة الإنترنت، ولكن على الأقل إذا لم نتوصل إلى مخرجات محددة فقد فتحنا باب النقاش. مثلا نفس الأمر ينسحب على دور الحكومات. لقد تحدثنا على وجود أفكار للطلاق، وكان هناك أحد الأفراد وهي موجودة معنا هنا قالت أن الحكومة لديها دور تطلع به قبل أن تفكر في هذا الأمر. هذا معناه أن الجميع لديه دور، ويجب على الحكومة أن تعمل بروح الشراكة مع الأطراف الأخرى ومع أصحاب المصالح الآخرين حتى تكون شبكة الإنترنت فاعلة على النحو الذي نرغبه. إذن علينا أن نناقش كيف يمكن أن نحسن الاجتماع التالي وكيف نجعله أفضل مما سبق، ولكن وجدنا أن طريقة تنظيم وتنضيد القاعة ربما لم يساعدنا على الحوار، ولكن أعتقد أنه في اليوم الثاني واليوم الثالث نظمت القاعة بصورة أفضل. ولكن اليوم رجعنا إلى شكل الجلسة العامة، وذلك لأننا بانتظار جلسة الختام، وكان من الممكن مثلا أن تنظم مقاعد القاعة بصورة مختلفة، ولكننا أردنا من الجميع أن يستفيد من خدمات الترجمة الفورية وكتابة السيناريو على الشاشة. يجب على الجلسات أن تكون أكثر تفاعلية، وكانت هذه هي بعض التعليقات. هذه هي نقطة البداية، أردنا جلسات تفاعلية دون عروض مطولة، وربما نحن بصورة جماعية لم نكن كمقررين قاسيين وصارمين على النحو الكافي. ربما يحدو بنا أن نكون أكثر صرامة في المستقبل حتى تكون الجلسات أكثر فعالية. اجتمعنا إلى بعض التعليقات الإيجابية حول الجلسات الخاطفة السريعة، فنحاول هنا أن نزيد من تلك الجلسات الخاطفة السريعة ونركز على وجود جلسات تفاعلية. من الواضح تماما أن عملية تسيير الجلسات كانت مهمة، وعلينا هنا أن نصر على أن يصل المقرر إلى نتيجة محددة، وأن يحاول مقرر كل جلسة أن يدفع النقاش في اتجاه نحو الوصول إلى نتائج. إذن بهذه الكلمات الموجزة أود أن أشكركم جميعا على مدخلاتكم القيمة
سنحاول أن نبدأ عملية تقييم على الموقع الإلكتروني للآي جي إف بحيث يستطيع الجميع أن يدلي بدلوه عبر شبكة الإنترنت، ولكن الجولة الأولى من المدخلات كانت ممتازة. شكرا جزيلا. رفعت الجلسة لمدة 16 دقيقة، وأرجو أن تأتوا في تمام الساعة 4:30 تماما لجلسة الختام.